مجرة واحدة يسموها مجرة درب التبانة، مجرة درب التبانة. شحال فيها من مجموعة شمسية؟ هذا على حساب كبار علماء الفلك. شحال فيها؟ 200 مليار مجموعة شمسية. 200 ألف مليون، هم يقولوا 1000 مليون، مليار هذه لونيتي كاين اللي ما يستعملهاش. 200، حنا نقولوا 200 مليار. 200 مليار مجموعة شمسية تشكل هذا الدرب تاع التبانة، مجرة درب التبانة. وشحال كاين من مجرة على حسابهم هما، على حساب لي ميكروسكوب هذو جايو، شحال؟ 400 مليار مجرة. معناها شحال كاين من مجموعة شمسية؟ نديروا الضرب، 400 مليار في 200 مليار، معناه 8 موراها 22 صفر. ما تنقراش. معناها 8 كي دير موراها 22 زيرو، معناه أكثر من عدد البشر من وقت آدم لدروك. معناه لو كان كاع الناس تدخل للجنة من وقت آدم لدروك بالكفار بالمسلمين، قادر تطيح لك تطيح لك مجموعة شمسية تاعك وحدك. هاك حسب رسول الله باطل كان يقول لك اللي شجرة تجري تحتها قرن وما يكملش 100 عام، يجري عاود تحت شجرة وما تكملش الظلال تاعها، وقال لك كذبتوني قرو ظل ممدود. وكحسب مين قال لك رسول الله لو كان حورية وحدة من الجنة توري شعرها لا أضاعت ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض كبيرة على ذي المجرات كاع اللي كنا نعدو فيهم، خاطش هذو قاع دايرين في السماء والأرض، في السماء الدنيا برك، والزوجة والثالثة والسابعة والعرش وكاع هذو قاع. يا إخوة الإيمان أنت راك حسب راك عايش في رحبة واسعة، قال له عندي لوتيرا تاعي في ساسو ما تكاري تاع ديسوم، روح اسكت اسكت ديسوم، راك تهدر على ساسو وميلو. الأرض تاعك الأرض تبان كيما حرف في مكتبة، كيما دورو في بيبليوتاك. الأرض تاعك كي تبان كي حبة رملة في الصحراء تاع نيفادا، هذه الأرض. كي تبان وأنت وراك ساكن وأنت تدي منها جزء صغير 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 صغير، بلادك الجزائر صغيرة وبلادك هذه معسكر أصغر أصغر، معناه كما ينشافوش ذوق ما ينشافوش. إذا ما قورنوا في شساعة هذا الكون وسعة هذا الكون. ومين قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حورية وحدة كانت يطل من الجنة الضوي من الأرض للسماء، معناه الضوي قاعد المجرات، هذا الثمانية اللي موراها 22 زيرو وزيد الوسع عليها باقي قاعد يولي ضو بسببها. فانظر إلى ماذا ينتظرك من خير. تقدش اللي قداش اللي قداش شاه مجد لك ربي يلي هايو، وخايف لا تموت، موت تريح، خايف لا تموت. إلا قعدت تقعد الحاجة واحدة به تزيد في الخير والصالحات، جات الموت مرحبا بلقاء الله. هذا اللي قاله ابن الجوزي خلع، قال كيفاه الناس شفتهم ما فاهميش كاع مفهوم الموت ومفهوم القبر. انت في ضيق هنا رسول الله، مين كان يدفن الميت ويدعي له ذاك الدعاء حسب جبده من راسه، ابدله اهلا خير من اهلي ما جبتش من راسه. سنقرأ النصوص، وكي نقرأ النصوص تاع الجنه بهذا المنظور تفهم